كلام في الشركة يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي، في إشكال على هذا؟ إذن السؤال لماذا؟ بيفطر لأنه بده يمتلئ. نحن بنقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوت الصلاة، وإنما يجمع بين أمرين، يفطر على شربة ماء مثلا إذا لم يتيسر له، ثم يذهب يصلي ثم يعود ويفطر. تنحل المشكلة هكذا ولا لا؟ طيب نعم، يكون جماعة يا حبيبي هذا الإفطار للشبع. لا يعني ما في بعضهم اللي هو قوي وفي بعض ما بيصليش، والغالبية العظمى ما بيصليش، والشركة هذه فرنسية مرتبطة باللي ما بيصلوش أكثر من اللي بيصلوا، ما يهمهمش إن هم اللي يصلوا وما بيصلوش. فهو لو ما أكلش مع الجماعة، مع جماعة المصنع، يعني يبدو إنه بيروح عليه الإفطار، أو ما بيفطرش، يعني ما بياخدش حقه في الإفطار مضبوط يعني. هكذا الأمر يا أخانا، أنه يذهب عليه الإفطار. سؤالك نعم المهم في الموضوع، هل أنت تخشى تفوتك صلاة الجماعة ولا يفوتك طعام الجماعة؟ يعني شيء عجيب جدا. بس فإذا كنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فأنت لك الخيار، لأنه الجماعة هي جماعة خاصة، والمسجد مسجد خاص لا يترتب عليه أحكام كراهة الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد. فممكن أنت وغيرك من الملتزمين لأحكام الشريعة أن تجمع بين صلاة جماعة ثانية وبين إفطار كامل بعد الانتهاء من الجماعة الثانية، لأن هذه الجماعة الثانية في هذا المسجد جائزة. عرفت كيف؟ لأنه ليس مسجد عاما، وإنما هو مسجد خاص بالنسبة للشريك. أما إذا كنت كما صور أخونا هنا، وكل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام بيغني على ليله، فأنت ما كان في كلامك حسب ما فهمنا قضية الطعام، لكن ربما يكون في بعض الشركات كما صور أخونا الثاني هذا، فإن كان يخشى أن يذهب عليه الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من هذا الطعام ثم يذهب إلى هذا المسجد هو أمثاله وبيصلوا جماعة ثانية، لأنه في هذه الصورة ما الذي يضيعه على نفسه؟ هو الجمع بين فضيلتين اثنتين. الأولى التعجيل بالإفطار، والأخرى التعجيل بأداء صلاة المغرب. فإذا أفطر كما ذكرنا على نخيمات أو على تمرات ثم ذهب إلى المسجد فقد جمع بين الفضيلتين. أما إذا جلس يأكل حتى يكاد يمتلئ كما ذكرنا ثم قام إلى الصلاة
فما عجل بالصلاة ففاتته فضيلة وحاز على فضيلة، حاز على فضيلة التعجيل بالإفطار وفاتته فضيلة التعجيل بصلاة المغرب، لكن لم يأثم، ولذلك فلا حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا. غير